مشاهدينا الكرام على الموقع الرسمي لراديو مار، السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في نشرة جديدة من نشرات الأندية. اليوم كنتواجدوا بملعب الرجاء، ملعب الوازيس. فريق الرجاء من بعد الهزيمة في الديربي كياخد أول حصة تدريبية في هذا الأسبوع اللي هي حصة صباحية عكس الأسابيع اللي فاتت. نخليكم مع هذا الروبورتاج. من بعد مباراة الحد اللي فات دخلوا اللاعبين ديال فريق الرجاء الرياضي البيضاوي في أول حصة تدريبية ديالهم اليوم بمركب الوازيس بحضور كل اللاعبين، واللي غادي يقلب من خلالها مدرب الفريق جوزي روماو باش يخرج اللاعبين ديالهم من تأثير الهزيمة الرابعة للفريق هذا الموسم واللي كانت أمام الغريم التقليدي فريق الوداد. الملاحظ في هذه الحصة التدريبية أن المدرب البرتغالي بدا كيتواصل مع اللاعبين ديالو قبل الحصة وكيحاول يلعب على الجانب النفسي قبل ما يبدا يوجدهم للمباراة اللي غادي تجمعهم نهاية هذا الأسبوع بفريق الفتح الرباطي صاحب المركز السادس. الحصة التدريبية اللي عرفت حضور كل الأسماء الرجوية بورزوق صالحي هاشمي العسكري وكل الأسماء وحتى أسماء أخرى سبق لها ولعبت فريق الرجاء البيضاوي كبدر الكشاني مهاجم فريق أولمبيك أسفي. حصة اليوم ديال فريق الرجاء البيضاوي ما شاركش فيها المدافع رشيد السليماني بالرغم من الحضور ديالو، واللي ما كملش الماتش ديال الديربي اللي فات بسبب لابليسيور اللي كانت عنده واللي قال بانها غتغيبو المده ديال 10 ايام. الخضوع ديالي ديال الليكوغرافي وعندي وعد التمزق على مستوى الفخذ اللي غناخذ وعد 10 ايام راحه ومن بعد نستعد للتدريب ديالي بشكل عادي ان شاء الله. رشيد سليماني المدافع صاحب الخبره مع فريق الرجاء الرياضي تكلم ايضا وشكر الاداء ديال المدافع الشاب مصطفى بالمقدم اللي لعب اول مره في الديربي ديال الحد اللي فات. بالمقدم مقابله في المستوى، ومن الاول انا كنا حاسين بانه يقدم مقابله مستوى وكان عازم، والحمد لله هذه البدايه ديالو ان شاء الله نتمنوا ليه النجاح ان شاء الله في المستقبل. دنا عناصر فريق الرجاء البيضاوي بمعنويات مرتفعه كيطويو الصفحه ديال الديربي 117 وبداو كيفكروا في الماتش ديال الدوره 11 واللي ما غاديش يكون عندهم خيار اخر غير ينتصروا الحد الجاي في المركب محمد الخامس على فريق الفتح الرباطي باش يتصالحوا مع جمهور المكانه. راديو مارس لا راديو دو سبور اي دو لا ميوزيك.